السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهاردة هنتكلم على grammar notes. احنا عندنا في شوية مخاوف من الـ units اللي فيها الـ tenses الأزمنة. احنا هنحاول بقدر الإمكان نقسم الأفكار، يعني معنا أول ثلاث وحدات the first three units خاصين بالـ tenses، أزمنة الماضي، المضارع التام، ومعنا الفيوتشر المستقبل. هنبدأ نغطي ايه الأفكار اللي ممكن تسبب لنا confusion أو ارتباك، وممكن تخلينا ما نعرفش نميز نقط معينة في الجرامر. في حاجات واضحة، في علامات زمنية واضحة، في حاجات أول ما بنعرفها بنشوفها بنعرف نحل الزمن كويس، وفي حاجات بتخلينا إلى حد ما نرتبك شوية. زي مثلا لما نيجي نتكلم عن في درس الفيوتشر عن مواعيد القطارات، مواعيد الافلام، مواعيد البرامج في التلفزيون، احنا كلنا عارفين ان ده اسمه تايم تيبل او جدول مواعيد ثابته. فمعروف ان جدول المواعيد الثابته كلنا بنتكلم على اساس ان هو بيستخدم مع المضارع البسيط، لانه هو اللي بيجي دايما مع الازمنه الثابته. طيب تعالوا بقى نشوف الامثله الثلاثه اللي على السبوره، كل مثال فيه فكره مختلفه عن الثانيه مع بعض كده. المثال الاول بيقول the train not in 10 minutes او at 5 a.m. طبعا احنا عارفين ان احنا المثال ده مثال عادي جدا، الجملة بادية بمعاد ثابت للقطار، حطت المعاد صراحة خلال 10 دقايق، خلال 15 دقيقة او الساعة كذا، يبقى ده مفهوش اي افكار، ده واضح جدا هيبقى مضارع بسيط زي ما احنا متعودين. طالما جاب المعاد، يعني حدد المعاد، طالما حدد الموعد وجابه بصراحة يبقى معانا مضارع بسيط، يبقى المثال الأول هيبقى بلا اختلاف leaves. المثال الأول يختلف إيه عن المثال التاني؟ لا يختلف كتير. حضرتك هنا بتقول القطار يغادر قريبا، فلو أنا سألت ميعاد القطر إمتى؟ في واحد ينفع يقول ميعاد القطر قريبا؟ مفيش معنى اسمه كده. إذن الجملة دي بادية بكلمة the train اللي هو القطار، بس ما ادتنيش معاد، يبقى ده ما اسموش معاد، تمام كده؟ امال ده ايه بقى؟ انت هنا المعنى بيقول ان القطار على وشك المغادره قريبا. طب على وشك ان معناها ايه؟ معناها is going to leave، يبقى انا هاخد مع كلمه soon دايما is going to leave، يبقى معناها ايه؟ على وشك ان، تمام؟ يبقى انا خلي بالي القطار يغادر الساعه كذا، يغادر خلال مده كذا، ده معاد ثابت، يبقى ده مضارع بسيط. يغادر قريبا يبقى على وشك ان يغادر، يبقى is going to، تمام. ده بقى وضع مختلف خالص، المثالين دول وضع مختلف خالص. انت برضو هنا في المثالين بتتكلم على ميعاد القطر، بس في المثال ده بيقول there is a train نقط in 10 minutes. واحدة يقول لي ما انت قايله لنا فوق ان in 10 minutes هياخد مضارع بسيط. طب تعالى خليك مع الكذاب لغايه باب البيت، هناخد ليز، اقرا الجمله. there is، ادي الفعل، a train، ها leaves، يبقى الجملة كده فيها كام فعل؟ اتنين. غلط غلط. امال ايه بقى؟ ايه الفكرة اللي في الجملة دي؟ افكركم ان انتوا لما هتيجي تعمل دلوقتي معايا ريفيجن على جرامر يونت 4 هتفتكر ان في حاجة اسمها حذف ضمير الوصل، تمام؟ ان انت عندك كان في هنا which leaves، which leaves، لو which موجودة كنا خدنا leaves. ليه؟ لان which كانت هتفصل الجملة، كانت الجملة دي لها فعلها والجملة التانية لها فعلها، وكل فعل مستقل بنفسه. لكن انت دلوقتي انت عندك فعل اساسي في الجمله، ده اسمه فعل اساسي، يبقى حضرتك اللي هتدخله على الجمله ده اسمه فعل زياده لضمير وصل محذوف. طب الفعل الزياده لضمير وصل محذوف ده بيكون وضعه ايه؟ بيكون تصريف ثالث لو مجهول، بيكون اي ان جي لو معلوم. نقول تاني، الجمله دي لو احنا دخلنا leaves هيبقى الجمله فيها كام فعل؟ اتنين. there is a train leaves، الكلام ده غلط، الجملة ما تشيلش فعلين، الجملة بتشيل فعل واحد وسبق ووقف الجملة، يبقى الجملة اللي داخل عليها ده اسمه فعل زيادة، الفعل الزيادة يدخل بشروطنا، ده تصريف ثالث مجهول، يا اي ان جي معلوم. طبعا انت هنا القطار يغادر ده مبني للمعلوم، يبقى انت هتاخد كلمة leaving كان اصلها which leaves، القطار يغادر خلال 10 دقائق، تمام. يبقى احنا عرفنا بدأ في فعل، يبقى نخلي بالنا المواعيد soon going to معاد صريح طلع بسيط، بس بشرط عايزين الجمله ما فيهاش الا الفعل leaves، لكن في فعل تاني يبقى انت هتاخد leaving على اساس ضمير وصل محذوف.
خلي بالك بقى الجمله اللي جايه دي لانها احسن واحسن. حضرتك هل بدات الجمله بميعاد القطر؟ لا، ده بتكلم انا. هو هي عندها قطر الساعه 9. طب انا هسال سؤال، الجمله فيها ميعاد القطر بس هل القطر هو الفاعل؟ لا، الفاعل عاقل. الفاعل طالما عاقل يبقى انت نقلت من المواعيد الرسميه الى المواعيد الشخصيه. المواعيد الشخصيه ما هياش مضارع بسيط، لان مش كلنا بنروح المحطه في ميعاد واحد، انما احنا كل واحد بيروح المحطه بميعاده الشخصي. فبالتالي دي بتدخل في نطاق استخدامات المضارع المستمر، اللي هو حددت ميعادي وعملت الترتيبات يبقى مضارع مستمر، وكل واحد هيروح للترتيبات دي بميعاده. انا هروح 9 ل 5، غيري هيروح 9 ل 10، يبقى ما ينفعش اخد مضارع بسيط لان ده مش موعد ثابت عندي، انا هروح حسب ظروفي. تمام، يبقى ده اسمه مضارع مستمر. يبقى تاني، المواعيد لها اربع حالات، فعل واحد وذكر الميعاد رسمي يبقى مضارع بسيط، حط سون يبقى جونج تو، ذكر الفعل وطالب واحد زياده ضمير وصل محذوف اي ان جي. تمام، بدأ بعاقل، يبقى انت بتتكلم على ان انت في ترتيبات مع المضارع المستمر. يبقى I am taking the 9 o'clock train، انا مرتب اني هاخد قطر الساعة 9. تعالوا بقى نشوف الفكرة التانية اللي عندنا في الجرامر. لو احنا بصينا على الامثلة اللي على الصورة هنلاقي ان القانون اللي هو بيتكلم عنه هو قانون because. طبعا because في اخوتها as، في اخوتها since، معناهم الثلاثه لان. في واحد هيقول لي لو سمحت يا مستر مش since بمعنى منذ، اقول له لا، احنا عندنا روابط لها اكتر من معنى. مثلا since لو بمعنى منذ هناخد القانون بتاعها كمان شويه، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على اللي هي since اللي معناها لان، اللي هي بتدي لك السبب. فلو احنا بصينا هنا هنلاقي ان because و as و since بيجي بعدهم السبب وقبلهم النتيجه. لازم اول حاجه تعملها تشوف الزمن اللي قبل because ايه، او قبل as او قبل since. لو هو ماضي يبقى هتشطب ازمنه المضارع الاول من الاختيار، وبعدين هعلمك تختار من الماضي ازاي. لو هو مضارع يبقى هتشطب ازمنه الماضي من اختياري واخليك تختار من المضارع ازاي. تعالوا بقى نشوف احنا الاول المثال الاول، نص الجمله الاول ايه. بيقول لك she felt sick، هي شعرت بالإعياء. طبعا انت لو بصيت هتلاقي ان felt دي زمانها ماضي، يبقى اول حاجة هشطب المضارع من الاختياري. تمام، اتبقى لي اتنين ماضي، had eaten و was eating. طب انا دلوقتي عايز اعرف ايه الفرق في الترجمة بين الماضي التام. هسيبك من الجرامر وتركيبة الجرامر، كل زمن بيبقى له معنى، يعني كل زمن له معنى، فانت لازم تعرف المعنى، لان انت لما بتتكلم لغه بتستخدم المعنى. محدش بيوقف واحد يقول استنى انا هسمع لك قاعده كذا، مش اسمها كده، انت بتستخدم المعنى. فانا هنا لو بصيت في الجمله دي ايه معنى الجمله، لو استخدمت الماضي التام يبقى معناته انتهيت من، لانه ده الحدث الاول، انتهيت من الحدث الاول وده النتيجه بتاعته، وهذه النتيجه، انتهيت من كذا وهذه النتيجه. الماضي المستمر بيترجم كنت منشغل بكذا اثناء كذا. فاهمين ازاي؟ طب تعالوا نشوف انهي معنى هو اللي مطلوب. هي شعرت بالاعياء لانها كانت منشغله باكل الطعام المنتهي الصلاحيه، ولا خلصت اكل الطعام وظهرت عليها النتيجه. خلصت اكل الطعام وظهرت عليها النتيجه، يبقى ما ينفعش استخدم ماضي مستمر هنا، لان لو استخدمنا الماضي المستمر هيبقى معناها كنت منشغل باكل الطعام وراح اني شعرت بالاعياء في نص الاكل. طبعا ما فيش واحد بيبان عليه اعراض الاكل المنتهي الصلاحيه في لحظتها، فده بيبقى نتيجه بعد فتره، اذا ده حدث اول هاد بيتم. تمام، طيب تعالى نطبق القانون اللي بعده. She didn't greet me، هي لم تحييني. She didn't greet me because، هي لم تحييني لأن. She not into her book، لو احنا بصينا هنا برضو زمن الجملة ده ايه؟ ماضي، يبقى هشطب المضارع has locked غلط و is locking. تمام، طب تعالى بقى نترجم was locking، قلنا معناها كان، كانت منشغلة ب. طيب had locked ها معناها انتهت من النظر الى. طب الاخت دي ما حيتنيش ليه؟ خلصت نظر في الكتاب؟ طيب ما يبقى المفروض انها فاضيه وكانت سلمت عليا وكانت الامور ماشيه صح.
يبقى يا دي لو خدناها يبقى معناها كانت فاضي، كانت بتنظر خلصت نظر نظر في الكتاب وبعدين لم تحييني. غلط، ما ينفعش، مفيش ترتيب احداث هنا. ده هي هنا كانت منشغله بالنظر في الكتاب علشان كده هي ما حيتنيش، يبقى انا ظهرت قدامها اثناء ما كانت منشغله بالنظر في الكتاب، يبقى هنا في استمراريه. يبقى يا جماعه بكرر ثاني في قاعده بيكوز واز وسنس، هنبص النص الاول لو لقيناه ماضي بسيط يبقى النص الثاني هيبقى ماضي تام لو معناته انتهيت من، هيبقى ماضي مستمر لو معناه كنت مشغل بيه، وهترجم الجمله بناء على معنى الزمن احنا بنحل. طب تعالوا بقى احنا نشوف لو النص الاول مضارع. على فكره ده يعتبر الاخ الشقيق للقانون اللي فوق. هنا بيقول she can't use her phone، هي مش هتقدر تستخدم التليفون بتاعها لانها. طبعا she can't، كانت هنا دي مضارع، دي مضارع. طيب طالما مضارع يبقى اول حاجه هشطبها الماضي، هروح نتخلص من افعال الماضي. طب احنا عندنا اتنين مضارع، has broken with breaking. تعالوا نخمن كده معنى has broken ايه؟ انت خلص الحدث، لقد كسرت، المضارع التام بيترجم لقد، لقد كسرت موبايلها وهذه النتيجة، لقد كسرت المحمول وهذه النتيجة. طب is breaking معناها تكون الآن منشغلة بي. واحد يقول لي يعني يمس من الآخر، أي زمن مستمر هيديني معنى منشغل، دي كان منشغل ودي يكون الآن منشغل عشان ده مضارع، دي انتهيت في الماضي كحدث أول وماضي بسيط كحدث ثاني، ودي معناها لقد فعلت كذا والنتيجة كذا. أيوة مظبوط. تعالى بقى تاني، هي مش هتقدر تستخدم التليفون بتاعها لأنها كانت منشغلة بكسره ولا لقد كسرته قبل لحظات؟ لقد كسرته والنتيجة انها مش هتقدر، يبقى الإجابة has broken. طيب تعالى بص على اللي بعدها، you cannot أو you can't use class اللي هو third year class A، مش هتقدر تستخدم فصل تالتة أول because we، طبعا هنا can't use مضارع، يبقى أول حاجة هتعملها هتستبدل had، هتشيلها هتستبدل where لأن مش هيبقى في تناسق بين الجملتين في الزمن. طيب انت دلوقتي عندك have painted معناها لقد دهن او لقد بيضنا، بيضنا او دهن، لقد دهننا الفصل او بيضنا الفصل، لكن دي معناها منشغلين بدهان الفصل الان. طيب تعالى بقى ترجم، انت مش هتقدر تدخل فصل ثالثه اول لاننا خلصنا دهان، طب ما اللي خلص دهان يبقى احنا المفروض ندخل الفصل، ولا انت مش هتقدر تدخل فصل ثالثه اول لاننا لسه منشغلين بالدهان وبالتالي في موانع. اه طبعا لاننا منشغلين بالدهان. يبقى تعالوا مع بعض كده حمل القانون نكتب يلا كده ورايا، ان من الشمال ان لو في ماضي بسيط زائد because او as او since بمعنى لان، يبقى بعدها ماضي تام بمعنى انتهيت من، ماضي مستمر بمعنى كنت منشغل بي. نفس القانون لو مضارع، يلا من الشمال جملة مضارع زائد بيكوز طبعا او از او سينس، يبقى بعدهم على اليمين مضارع مستمر منشغل الان بي، منشغل الان بي، او مضارع تام لقد فعلت قبل لحظة الكلام. تمام. طيب هننقل على الفكرة اللي بعدها ونشوف هنحل جمل ايه من الافكار الجديدة. بالنسبة لقانون سينس، في ناس برضو سينس بالنسبة لهم اللي معناها منذ. لو احنا بصينا على الثلاث امثلة اللي قدامنا هنلاقي ان الرابط اللي هو الدال على الزمن معانا سينس، وعندنا هنا سينس، وهنا برضو عندنا سينس، بس كلهم بمعنى ايه بقى؟ منذ مش لان. اللي خدناه من شوية سينس اللي محطوطة مع قائمة بيكوز واز اللي معناها لأن، دي لها وضع مختلف عن سينس معناها منذ. يبقى إذا أنا لما ألاقي سينس لازم أترجم الأول أنت معناك إيه في الجملة، لأن بناء على المعنى القانون هيتحدد. تعالوا بقى نشوف إحنا عندنا المثال الأول هنحل إيه، لأن برضه سينس فيها تريكس فيها خدع. تمام معايا كده في المثال الأول، المثال الأول دي جملة عادية جدا من أيام التالتة إعدادي وإحنا بناخدها، ان سينس لو جه بعدها تاريخ محدد مثلا اسم يوم اسم شهر اسم سنه اسم ساعه بيقولوا عليها بدايه الحدث التاريخ اللي بدا فيه الحدث، ده
سنس، ومعانا ممكن سنس يجي بعدها ماضي بسيط، واحنا بنقول ان سنس هو الرابط الوحيد اللي بيجمع التناقضين. ايه التناقضين؟ ان يبقى بعدها ماضي بسيط بس النص الاول يبقى معايا مضارع تام. فانا دلوقتي سنس لو جت رابط مع جملتين اتنين بس، جملتين اتنين بس، هيبقى القانون ده. لو سنس زي ما انتم شايفين جاي تصف الجملة زي المثال اللي عندنا وبعدها ماضي بسيط او بداية تاريخ، تمام، يبقى الجملة بتاعتها مضارع تام عادي جدا. طبعا انتوا عارفين لو سنس اتنقلت اول الكلام بتتنقل هي والجملة اللي بعدها. ما بعد سنس ماضي بسيط او تاريخ، ما بعد الكومة مضارع تام، تمام كده. طيب احنا دلوقتي هنا بقى، يبقى احنا عرفنا ان في المثال ده طالما جملتين اذا سنس من علامات المضارع التام قبلها ماضي بسيط بعدها. شوف انت سبيس المكان بتاع الفراغ بتاع الاختيار جه فين، يبقى هنا عادي جدا مضارع تام. فمضارع تام الاختيارات تحت اللي هي ليفز ولا هاف ليفد ولا لا، هتبقى هاف ليفد دي الجمله رقم واحد، يبقى هنا هاخد هاف ليفد. لقد عشت في القاهرة منذ سنة 2000 أو منذ أن كنت في سن 20. المثال اللي بعده مختلف. هنا معانا دي جملة سنس، أدي جملة سنس الجملة اللي قبلها، وأدي الجملة اللي بعد سنس أو التاريخ بتاعها. دول كانوا اللي موجودين فوق. إيه اللي جد عليهم؟ اللي جد عليهم إنه حط لي في أول الجملة جملة زيادة زمنها ماضي بسيط. طب هل دي هتأثر؟ هتأثر لو حالة واحدة بس، لو الجملة دي بتعكس الحدث الثاني واللي بقى واللي الجملة اللي مع السنس بتدينا الحدث الأول. يعني لو أنا بحكي قصة والقصة دي فيها إن الجملة الأولى هي الحدث الثاني، يبقى الجملة اللي مع السنس هي الحدث الأول. طب تعالوا كده نترجم مع بعض. الجملة بتقول أنا سافرت إلى المفروض سافرت من مصر، تمام. أسفة جدا، معلش، إحنا اليومين دول في إرهاق بسبب قلة النوم. I traveled from Egypt. أنا سافرت من مصر وعشت في القاهرة من سن 10 سنين أو من سنة 2000. طب أنا دلوقتي السفر من مصر يعني خارج مصر ده الحدث الثاني، الحدث الأول إن أنا كنت عايش في القاهرة 10 سنين، يبقى ده اسمه الحدث الأول وبالتالي هيكون ماضي تام. طيب يعني معنى كده سنس مضارع تام لو ما معهاش غير جملتين، ماضي تام لو زود معاها جملة ماضي بسيط بتعكس الحدث الايه؟ الحدث الثاني، يبقى دي لازمها ماضي تام كحدث اول. تترجم الجملة، اولا عشت في القاهرة من سن العاشرة ثم سافرت من مصر للخارج، تمام كده، يبقى دي هتبقى هاد ليفت. طيب وبالتالي انا اديتك هو القانون عشان الناس اللي بتحب تحفظ القوانين، ان لو عندي جملة ماضي بسيط بدأ بيها كحدث ثاني يبقى سنس من دلالات الماضي التام وبعدها التاريخ والجملة بتاعتها عادي جدا اللي بعد سنس مش بيتأثر في القانونين. تعال بقى معايا على الفكرة اللي عليها الدور، ان احنا عندنا الجملة لو لقينا اول جملة اتز وبعدين مدة وبعدين سنس، قال لك في قانون اسمه اتز مدة مرت مدة منذ أن فعلت كذا، ساعتها سنس تبقى من دلالات الماضي البسيط ودي ما فيهاش كلام. يعني أقول لك it is 13 years since I lived in Cairo، تمام؟ يبقى إحنا عندنا سنس لها كام قانون يا جماعة؟ لها ثلاث قوانين. جملتين بس يبقى مضارع تام قبل سنس، ماضي بسيط بعد سنس أو بداية التاريخ. ثلاث جمل، جملة ماضي بسيط، جملة زيادة قبل سنس، وجملة سنس اللي بعدها. يبقى لو الجملة بتاعت الماضي البسيط حدث تاني يبقى ماضي تام حدث أول. It is مدة سنس ماضي بسيط، ولازم تخلي بالكم إن قانون سنس في الأول وفي الآخر معتمد على ترجمة الحدث. اللي عايز ينقل طبعا القوانين اللي تحت يتفضل معانا من الفيديو. طبعا إحنا عارفين إن سنس لها رابط شقيق اسمه فور. طبعا فور مش هتسكت، لقت سنس عملت لها كذا زمن، فبالتالي فور دخلت عندنا في الجملة برضو بثلاث حالات، تمام. لو احنا بصينا هنا المثال الاول ده مثال تقليدي جدا انه فور جه بعدها مدة وقبلها جملة واحدة، فاحنا عارفين ان فور لما بيجي معاها مدة وجملة واحدة بتبقى مضارع تام، لان انت بتقول انا لقد فعلت كذا لمدة كذا، خلاص انتهينا مضارع تام مع مدة تدينا ايه مع الرابط ايه فور. فانا في المثال الاول
جملة عادية جه مفيهاش أي فكرة هتبقى she has written لقد كتبت قصص قصيرة لمدة سنوات. وطبعا الجملة بتفيد إنها لسه لم تتوقف عن كتابة القصص حتى لحظة الكلام، لأن هو مفعول من دلالات المضارع التام بتدي لك جملة بمعنى لقد فعلت كذا حتى لحظة الكلام ولم أتوقف بعد. لكن تعالى في المثال الثاني، المثال الثاني زود حتة اكسسوري صغيرة، اكسسوار صغير هي ناو، وبعدها جملة بتحكي بتقول إن الفاعل اللي هو شي ما عادش بتعمل الحدث اللي فوق وغيرت نشاطها. الفاعل هنا غير نشاطه، فأصبحت كتابة القصص القصيرة ذكريات من الماضي. يعني أنا دلوقتي ما ينفعش أقول لقد كتبت قصص قصيرة، يبقى هي لسه بتكتب، لكن أقول هنا اعتادت إنها تكتب قصص قصيرة لمدة سنوات لما كانت صغيرة، ودلوقتي غيرت نشاطها. طب أنا لما أجي أحكي عن حاجة أنت كنت بتعملها في فترة في عمرك وتوقفت، غير لما تقول حاجة بتعملها وما زلت يبقى لسه في السنس المضارع، بدأت من فترة صغيرة أو بدأت من فترة ولسه شغال، ده مضارع تام، لقد فعلت وما زلت حتى لحظة الكلام، أو لقد فعلت والأثر موجود عليا، ده المضارع التام. لكن لما تيجي تقول انا والله كنت شغال في فرقه موسيقى بس دلوقتي انا سبت الموسيقى وبدات اتعلم الغنى، خلاص انت غيرت نشاطك، شغلك في فرقه الموسيقى اصبح شيء من الماضي، يبقى ما ينفعش يبقى مضارع تام، يبقى انت هنا معاك ماضي بسيط. تمام كده، يبقى فور مع توقف الحدث ماضي بسيط مع ان الحدث لم يتوقف بعد مضارع تام. المثال الثالث ده بقى يعني مثال ما اقولكش، ده مثال عالي زي مثال سنس اللي واخدينه من شويه. ان لو انت جالك جملة فور، ادي رابط وادي الجملة اللي قبل فور اهي، دي الجملة اللي قبل فور، ولقيته حطيلي قبلها، بس انا بحتفل بيها طبعا لانها مهمة، حطيلي قبلها جملة ماضي بسيط. تمام، اتفقنا في اول الفيديو او المحاضرة النهاردة بدأ لك بماضي مينفعش تاخد مضارع، مع السلامة مع السلامة. تمام، لازم تاخد بماضي، عندك ماضي بسيط وعندك ماضي تام والاتنين بيجوا مع فور. قال لك بص يا عم، هي نشرت اعمالها الادبيه لانها الفت قصص قصيره لمده سنوات. هسال سؤال، هي لما نشرت اعمالها الادبيه والفت قصص قصيره، ايه اللي حصل الاول؟ انها الفت القصص كحدث اول بعدين نشرتها كحدث ثاني، يبقى ما ينفعش تاخد ماضي بسيط لان كده هيبقوا الحدثين حصلوا في وقت واحد. لا طبعا، الفت قصص قصيره كحدث اول، حدث اول نشرتها كحدث ايه؟ ثاني. يبقى ثاني قواعد فور، فور مع المدة، لو لقينا معاها جملة ماضي بسيط كحدث تاني يبقى معاها جملة ماضي تام كحدث أول. معايا فور مع المدة، لو لقينا معاها جملة تفيد أن الفاعل توقف أو غير نشاطه، في ناو وجملة بتغير النشاط، يبقى ماضي بسيط. تيبيكال فور، فور العادية التقليدية اللي احنا متعودين عليها، ان فور مع المدة بتاخد مضارع تام، ويبقى ساعتها لقد فعلت كذا لمدة كذا. هننقل على الفكرة اللي بعدها، خليكم معانا، المقطع ده مهم جدا. احنا معانا شوية علامات زمنية، العلامات دي تريك شوية مخادعة لان لها علامات شبيهة تيجي مع ازمنة تانية، وممكن هي نفس العلامة لو غيرت لفظ صغير تتغير من ماضي لمضارع، من مضارع لمستقبل، فهي مخادعة شوية. وساعات الطالب ما بتيجي في جمل الاختياري بيتخدع فيها وما بيعرفش يجيب الزمن الصح. خلينا مع بعض كده عشان نعرف نظبط الوحدات بتاعت الأزمنة. احنا عندنا just now، في ناس بتفتكر ان عشان فيها just فيها مضارع كامل، لا، just now دي معناها منذ لحظة، هي بتساوي a moment ago، بتساوي a moment ago، والاثنين دول من علامات الماضي البسيط. يعني حتى انا ممكن اقول she arrived just now، يبقى معناها توا وصلت. تمام، she arrived a moment ago، يعني ما ينفعش مضارع تام اطلاقا، يبقى دي اول نقطه. النقطه الثانيه this morning، هذا الصباح. طب انا طالما قلت هذا الصباح يبقى الصباح عدى، فخلاص كده ما اقولش هذا الصباح وانا لسه فيه. طب ما انا اقول لام الان، طالما انا قلت هذا الصباح يبقى احنا معانا برضو ماضي بسيط. يعني انا اقول I cleaned my room this morning. تمام، بعد كده in the last few، طبعا في ناس بتشوف in the مش شرط few، يعني few مش أساسي، in the last
غير لاست خالص، غير لاست. يعني انت عندك لاست زائد مده غير ان ذا لاست، تمام؟ طيب ايه الفرق؟ ان ذا لاست مضارع تام، معناها في الاونه الاخيره، في الاونه الاخيره يبقى هو في الماضي القريب، يبقى ما ينفعش يبقى ماضي بسيط، تمام كده؟ in the last few years، in the last few years I have achieved a lot، انا كنت حققت الكثير من الاهداف. لكن لما اقول last year لعام الماضي، ده ماضي بسيط عادي، ده اللي احنا متربيين عليه وعارفينه كويس جدا، تمام؟ احنا عندنا بقى في التعبير عن الساعه at plus ساعه at 6 o'clock at 5 o'clock yesterday او last week، يعني at ساعه مع اشاره للماضي. انت كده بتتكلم عن امبارح الساعه 6، ها؟ ما ينفعش اقول ماضي تام لان هيبقى حدث اول عايز حدث ثاني، ما ينفعش. ينفعش اقول ماضي بسيط هيبقى بتتكلم عن عاده في الماضي، لا. انت هتقول امبارح الساعه كذا كنت منشغل بكذا. طيب كنت منشغل، تعالي نفتكر كده مع بعض، كنت منشغل دي بتترجم ايه؟ بتترجم زمن مستمر. يعني هقول at ساعه في ماضي was aware plus ing، يبقى ده ماضي مستمر. لكن at ساعه tomorrow، الساعه 2 بكره، الساعه 1 بكره، هبقى منشغل. فبالتالي استمراريه في المستقبل، في عندك اسلوبين ممكن يجوا، ممكن تبقى will be ing، هكون منشغل بكذا، ويل دي قابله تبقى ماي لو في لفظ شك. يعني ساعات يقول لك at 6 tomorrow، الساعه 6 بكره، I will be doing ولا I may be doing my homework، I am not sure، انا مش واثق. ما تجيش بقى تقول لي ما انت كاتباهم لنا الاثنين وجايباهم الاثنين، لا. هنا طالما حط I'm not sure يبقى انت ويل مع السلامه هتاخد لفظ الشك معاه، يبقى ماي بي، دول زي بعض، الاثنين مستقبل مستمر بس ماي بتفيد الشك في المستقبل، تمام؟ ما لقيتش ماضي مستمر يبقى مضارع مستمر. يعني ممكن اقول at 6 tomorrow I'm doing my homework. طيب تعالوا مع بعض نشوف بقيه العلامات الزمنيه. طبعا الرابط ده مش سهل، اللي هو باي، اي نعم هو حرفين بس يغلب كتير، يغلب ناس كتير. ايه وضعه بقى؟ ان باي طبعا لو جه بعديه تاريخ في المستقبل غير لما يبقى معاه تاريخ في الماضي، تمام؟ باي 2030، بقدوم عام 2030، يبقى انت هنا بتتكلم ان بحلول العام ده انت هتكون عملت كذا، هكون عملت، هكون انجزت، هكون خلصت. فالزمن اللي بيترجم هكون بالفلاحي كده عملت، ده اسمه مستقبل تام، والهاف التصريف التام. والمستقبل التام معروف ان هو بيحب بالاضافه لباي، مستقبل التام بيحب مع باي، او ممكن تيجي باي لوحدها، بس مع باي لما بيحب ياكد المعنى ممكن تلاقي معاه لفظ عددي او لفظ كمي. يعني ممكن تقول by 2030 I will have finished all my studies، تمام كده خلصت كل دراساتي، تمام؟ كل ده لفظ كمي. ممكن اقول by 6 tomorrow I will have read، هكون قريت 6 chapters، 6 فصول قصة. By 7 o'clock tomorrow I will have cleaned 3 rooms of my house، 3 غرف. الألفاظ العادية والألفاظ الكمية مع باي بتدي لك مستقبل تام، حتى لو هما مش موجودين باي في دلالة المستقبل التام معناها هكون عملت كذا، تمام؟ طب افرض باي مع دلالة الماضي، تبقى معناها بمرور سنة 2010 2009، لا ما مش هينفع مستقبل هنا، التاريخ قديم. قال لك يبقى خلينا في الأزمنة التامة، يعني هي دايما بتحب الأزمنة التامة، يبقى معاك ماضي تام، هاد والتصريف التالت، على اساس ان هو الحدث الاول، ان انت عملت الحدث ده كحدث اول وجه التاريخ بعديه كحدث تاني. يعني بمرور عام 2010 كنت اتجوزت، كنت اتخرجت، كنت عملت، معناته ان انت اتخرجت الحدث اول جه التاريخ بعده كحدث تاني. يبقى باي عرفنا الايدياز اللي موجوده فيها. تعالى على this time next، ده من العلامات المحيرة شوية. يعني تلاقي في كتاب this time next week، زي الوقت ده الأسبوع الجاي، في ناس تقولك هكون منشغل بعمل كذا، في ناس تقولك هكون عملت كذا. امتى اخد ده وامتى اخد ده؟ قالك انت بتقول هكون عملت لسه قايلالك لما يبقى فيه لفظ عدد او لفظ كمية. يعني تقول this time next week، زي الوقت ده الاسبوع الجاي، I will have called، هكون اتصلت ب many friends،
اصدقاء كثيرين، لفظ عددي يعني مش شرط يبقى العدد عدد، ممكن يبقى ماني فيو، يبقى زيه زي الكم زي العدد الصريح بالظبط. او ممكن تقول by this time next week I will have worked or I will have achieved half of my work، نص شغلي. يبقى انت بتتكلم على ان باي ذا سن، بتاخد مستقبل تام مع الالفاظ الدلاله على مفيش، يبقى معاك مستقبل مستمر، هكون منشغل بعمل كذا. تمام، انا عايزاكم تركزوا معايا ان الروابط دي فعلا بتحير الطلبه وبتخليهم يغلطوا، فلازم نبص عليهم بحرص. معايا بقى كده علشان ناخد الفكره اللي عليها الدور. طبعا الفيوتشر زمن المستقبل. احنا عندنا دلوقتي في ثلاث نقط مهمين جدا في درس المستقبل، برضو النقط دي ممكن تسبب لك بعض الارتباك، بعض الكونفيوجن لما تيجي تحل على الفيوتشر. ان انت مثلا مش بتعرف الدليل من الترتيبات، على اساس ان الدليل بياخد معاه جونج تو، الترتيبات لما بتكون خلصت بتاخد معاها مضارع مستمر. اعرفهم ازاي؟ معروف ان الترتيبات عشان تاخد مضارع مستمر لازم تكون خلصت، يعني لازم تكون خلصت الترتيبات. تمام كده، لكن انت عندك الدليل بيكون لسه قدام عينيك، قدام عينيك يعني في استمرارية في الدليل. يعني انا لما اقول قطعت الخضار، قطعت الخضار، خلصت الخضار اتقطع، يبقى خلصت الترتيبات، يبقى ده معاه مضارع مستمر I am cooking. تمام كده، عملت جواز السفر خلاص عملته، يبقى I'm traveling، خلاص السفر بقى حتمي. تمام، مثلا بعت الدعوات لأصحابي خلاص بعتها، يبقى عمل الحفلة بقى أمر حتمي، يبقى ده كله مضارع مستمر. لكن لما أقول أنا لسه بعمل الدعوات قدام عينيا، يبقى أنا ناوي أعمل حفلة، ممكن أرجع في كلامي لسه نية. تمام، أنا لسه بعمل جواز السفر، ناوي أسافر. فأنت عندك الدليل بيبقى لسه قدام عينيك في استمرارية، لكن الترتيبات بتكون خلصت. تمام، فتعال بص معايا كده في المثالين الاولانيين، برضو المثالين دول موجودين في تمارين لونج مان، ودي تمارين مهمه جدا لازم نحطها في الاعتبار واحنا بنحل. لو احنا بصينا هنا I have saved money I am saving money، الفرق دي تترجم، انا لسه قايل لكم المضارع التام اول الفيديو، لقد ادخرت المال، لكن I'm saving تترجم ما زلت منشغل بالادخار. طب لقد ادخرت المال، يبقى انت خلصت الترتيبات، خلصت الترتيبات يبقى انت معاك مضارع مستمر. تمام كده، ما ينفعش تبقى going to اطلاقا. تمام كده، يبقى انا كده الشراء العربيه بقى امر حتمي لانجاز الترتيبات. طيب يبقى انا هنا هاخد ام باين، خلاص هشتري العربيه اكيد، لكن تعال بص معايا، ما زلت منشغل بادخار المال، فانا ناوي اشتري عربية، ممكن اكمل ولا ما اكملش؟ فدي هتبقى طبعا I am going، يبقى I'm buying دي الجملة واحد، I'm going to buy دي الجملة رقم اتنين. تمام، نخلي بالنا ان الفكرتين دول لانهم مهمين جدا، الفكرتين اللي عليهم الدور في حتة يا مس لو سمحتي الفرق بين will و going to في حالة التنبؤ. في ناس بتقول يا مس ان التنبؤ بوجود دليل بياخد going to، ابداء الراي او التنبؤ بدون دليل بياخد ولا. فاحنا يا مس ما بنعرفش ان اللي قدامنا دي جمله دليل ولا ما تكفيش. انا هقول لك ببساطه الصفات الشخصيه، لما انت تيجي تشكر مثلا في شخص هل الكل بيتفق معك؟ لما بتوصف واحد مثلا انه صبور او اجتماعي او ذكي او عنده ضمير، في ناس تقول لك ما حصلش، في ناس تقول لك ما مش متفق معك. فدايما السمات الشخصيه علشان هي وجه اختلاف وكل مش بيتفق عليها، فبالتالي ما تنفعش تبقى دليل، فبالتالي بتاخد جونجتو. تمام كده، لكن الدليل الواضح قدامك زي المستوى التعليمي للطالب، الطالب ده متفوق في ماده كذا، ده مستوى التعليمي اللي ما حدش يقدر ينكره. الظواهر اللي قدامك في الطقس، السماء ملبدة بالغيوم، الشمس النهاردة لونها أحمر في الدنيا هتبقى حر، دي اسمها دلائل مؤكدة قدامك ما يختلفش عليها اتنين، دي بتحسب دليل. تعالوا مع بعض في الجملتين اللي فوق بقى بناء على اللي أنا شرحته نحدد مين الدليل ومين اللي ما ينفعش يكون دليل. نبص كده في المثال الأول، بيقول أحمد is patient، طبعا patient هنا بمعنى صبور.
انا اعتقد انه هيبقى a good leader، يعني قائد جيد. طب انا دلوقتي احمد هيبقى قائد جيد لانه صبور، هل كل الناس ممكن تتفق ان احمد شخصيه صبوره ولا ممكن ناس تختلف في الراي؟ في ناس صفات شخصيه، الصفات الشخصيه غير قابله للاتفاق، تمام، مش كله بيتفق عليها، يبقى دي لا تحسب دليل. يبقى الجمله الاولى دي هتبقى will be a good leader، تمام. لكن تعالى معايا، درجة حرارة أحمد مرتفع. طب بالذمة يعني درجة حرارة أحمد مرتفع أنا بس اللي هبقى حاسس بيها ولا واضحة للكل؟ أكيد هتبقى واضحة للكل. يبقى أنا كده معايا دليل واضح للجميع إن درجة حرارته عالية، يبقى ده دليل إن هيبقى عيان، تمام كده. إذا أحمد's temperature is high، ده دليل واضح، هو صفات شخصية، يبقى I think he is going to be sick، ده اكيد هيكون مريض. نيجي بعدها، الجمله دي حلوه قوي وبعدين متكرره في كذا اكسرسايز، في كذا امتحان، في كذا موقع. وطبعا هي ليه متكرره؟ لان هو بيلعب بالفكر اللي فيها على زمانين. ايه الزمانين دول بقى؟ هنا بيقول لك she can't come to the meeting، هي مش هتقدر تيجي للاجتماع بكره لانها. طبعا ده احنا بنقول عليه دي جمله اظهار الاعتذار، انت بتعتذر، والله انا بعتذر ان هاجي الحفله بكره، والله انا بعتذر مش هقدر اجتمع بكره، والله انا بعتذر مش هعرف اجي الزفاف بكره، مش هعرف اجي عيد الميلاد بكره. طب انت ليه بتعتذر؟ بعتذر لاني منشغل بخطه ثانيه. انت بتقول ايه؟ منشغل يبقى في زمن مستمر. ايوه، اي منشغل يبقى زمن مستمر. طب انت هنا بقى منشغل في الماضي ولا في المستقبل؟ منشغل في المستقبل. طالما انت منشغل في المستقبل يبقى حضرتك هتاخد يا مضارع مستمر يا مستقبل مستمر، will be working. واحد يقول لي طيب افرضي جمله اتنين، في حاله الاعتذار بيكون المضارع المستمر افضل، لان انت بتبقى عامل الخطه وعامل حساباتك ان وراك خطه ثانيه مرتب لها، فبيكون ده افضل من ده، بس هما نادرا ما بييجوا مع بعض. يبقى في جمل الاعتذار انت معاك مضارع مستمر، ما لقيتش مضارع مستمر يبقى انت ممكن تاخد مستقبل مستمر. الجمل دي مهمه جدا. تعال ننقل على الافكار اللي بعدها، نبص مع بعض على الجمل اللي موجودة على السبورة. طبعا الجمل اللي موجودة على السبورة خاصة بقانون السنقاس، طبعا ده مش قانون سهل، مش هيعدي علينا بالسهل. خاص طبعا بنقطة خاصة بجملة أنتل، على أساس إن في بعض الطلبة بتغلط إلى حد ما في الفكرة دي، فإحنا هنتك عليها علشان ما نغلطش فيها. مع بعض كده في الجملة الأولى، إحنا عارفين إن السنقاس رابط لما تشوفه كأنك شفت after بالظبط، بمجرد أن أو بعد. طبعا الرابط ده معروف إن بيجي بعديه الحدث الأول. طيب الحدث الأول من شوية قلنا بيكون ماضي تام، طبعا على عيني وعلى راسي ماضي تام. افرض ما لقيتش ماضي تام، قالك ممكن تجاوزا يبقى الحدث الأول ماضي بسيط، ويبقى هو عايز يوصلك إن الفرق بين الحدث الأول والحدث الثاني كان فاصل زمني بسيط. المهم ان ينفع يبقى الحدث الاول ماضي بسيط، تمام. طيب انا يعني لو لقيت ماضي تام كان بيها، ما لقيتش ماضي تام ما اخافش واقلق واقول الجمله في غلطه، لا الماضي البسيط ينفع يحل حل الماضي التام. يبقى هنا عندنا الجمله الاولى، الحدث الاول ده مع اسفل از ممكن يبقى ماضي تام، ممكن يبقى ماضي بسيط، الاثنين صح، تمام، محلول الجمله محلول. ما بعد الكومه بقى، قال لك لا ما بعد الكومة ملوش الا احتمال واحد فقط، اللي هو ايه بقى؟ ماضي بسيط. لان في ناس فاكره ان النظام ايه؟ اداني ماضي بسيط ناقص ماضي تام، اداني ماضي تام ناقص ماضي بسيط. لا، احنا قلنا احنا مش بنجيب طلبات من السوق، جبت السكر فاضل الرز، جبت الرز فاضل السكر، ما ينفعش الكلام ده. احنا بنتكلم على قانون زمني فيه تتابع زمني، ان بعد الكومة هو الحدث الثاني ماضي بسيط ثابت، الحدث الاول يتدلع زي ما اتدلع، يجي ماضي بسيط يجي ماضي تام يجي براحته، تمام. فاحنا هنا عندنا هتبقى ريمبرد، لان الجمله بتقول بمجرد ما قابلت علي تذكرت سلوكه السيء، يبقى انت قابلته كحدث اول بعدين تذكرتك حدث ثاني، حتى المنطق مش هينفع يبقى ماضي تام، تمام. تعالى اللي بعدها، اللي بعدها جمله رائعه، اس جايب الجملتين بتوعها محلولين، بمجرد ما قابلت علي ادركت كده جملتين اس كاملين، جملة أولى جملة تانية، أنت قابلته في نفس اللحظة أدركت، فالحدثين ماضي بسيط عشان الحدث الأول والحدث الثاني مفيش بينهم فصل زمني. هو هنا بقى مش عايز قانون أس و أس، هو هنا عايز ما بعد realized. طبعا أنت عندك realized
remembered, realized that, remembered that, found that. الثلاث افعال دول بيجي بعدهم ماضي تام حدث او. يعني انت بتقول انا قابلت علي، انت عندك قصه من ثلاث اجزاء، قابلت علي، ادركت ان انا خليك بقى معايا، قابلته قبل كده. يبقى انت قابلت علي الاول قبل كده في القديم، وبعدين قابلته للمره الثانيه، وبعدين ادركت بعدها. يبقى انت كده ده بعد realized that، بعد realized that، remember that، found that، لازم هيجي ماضي تام كحدث اول، يجي ماضي تام كحدث اول. يبقى احنا هنا هاخد had met، تمام. يبقى انت عندك لو بعد الكوم على طول يبقى ماضي بسيط، الجمله الثانيه تتدلع ممكن تبقى ماضي بسيط، ماضي تام الاثنين صح. بعد as soon as get realized that، get found that، get remembered that، يبقى ماضي تام. هنا بقى انت دلوقتي هتاخدنا نقله ثانيه. قانون as soon as، بس في direct and indirect، المباشر وغير المباشر. انت لو هنا she promised me، طبعا هنا انت عندك فعل القول ماضي. فعل القول لما بيبقى ماضي لوحده ما بيعرفش يحدد الزمن، يعني ما ينفعش هو يحدد زمن الجمله الا لما يبص للعلامه الاول. لو العلامه من العلامات اللي بتتغير للزمن الابعد، اذا اتغيرت للزمن الابعد بيغير زمنه، فضلت العلامه زي ما هي، زي tomorrow فضلت tomorrow، last فضلت last، next فضلت next، يبقى زمانهم الاصلي بيفضل بدون تغيير، يعني الجمله ما عداش عليها وقت. لكن لو العلامه اتغيرت للابعد tomorrow بقى اسمها the next او the following، يبقى بقى مستقبل محول وهكذا. promise دي هنا بقى لما هتيجي تحدد الزمن مش هتعرف تحدده لوحدك، لازم تبص للعلامه الزمنيه. promise هتبص للعلامه الزمنيه تلاقي as soon as، تمام. فهتروح عامله ايه؟ as soon as رابط لازم يستشير الجمله اللي موجوده. as soon as we asked، طبعا بعد as soon as ماضي بسيط. طب ما انا لسه قايله لك فوق، لو بعد as soon as ماضي بسيط يبقى الجمله الثانيه ماضي بسيط زيها. في واحد بقى متوقع ان الماضي البسيط تبقى help، طب ما لقيتش help اخد اي ماضي بسيط، ما هي would دي ده الماضي البسيط من will، تمام. يبقى انت هنا would help دي الطريقه السهله. الناس العميقه بقى تقول لك ايه؟ promise هتبص للas soon as هتلاقي بعدها ماضي بسيط. الماضي البسيط ده كان اصله جوه القوس مضارع، والمضارع كان بيبقى نصه الاول مستقبل. طب المستقبل هنا مش هينزل زي ما هو، هيتحول زي ما المضارع اتحول. يبقى as soon as بالفلاحي لو نص الجمله اللي بعدها ماضي بسيط دايركت والاندايركت، يبقى النص الاول ود والايه والمصدر. طب تعالى بقى لو انت بصيت بعد as soon as لقيت الفعل as soon as we ask، هنا ask مضارع فضل زي ما هو، معناها ان الجمله اتنقلت بدون تغيير في الزمن، يبقى المستقبل يفضل زي ما هو، يبقى الجمله دي هتبقى will help. يبقى تاني as soon as في المباشر وغير المباشر بعدها ماضي بسيط او ماضي تاني، يبقى النص الاول would والمصدر. as soon as فضل بعدها مضارع زي ما هو، يبقى النص الاول will والمصدر، تمام. قواعد as soon as مهمه جدا مش تبعيه. تعالى بقى على قانون until. احنا عندنا قانون until معروف ان until بيجي بعدها ماضي تام، وبالتالي ممكن يجي قبلها ماضي بسيط منفي حسب المعنى، ممكن يبقى منفي صراحة أو منفي بالمعنى بنو بنيفر بريفيوزد، يعني هو المهم الميننج ممكن يدي معنى منفي. المهم احنا دلوقتي بنتكلم على ان قبلها ماضي بسيط منفي، فالناس متوقع ان الماضي بسيط منفي هيبقى didn't والمصدر زي ما الكتب كلها بتجيب didn't والمصدر. طب افرض انا ما لقيتش didn't والمصدر، يعني انا اتصرف ازاي؟ انت عندك دلوقتي النفي بيكون ب didn't والمصدر لما بتبقى الجملة معلوم، بتبقى wasn't weren't، والتصريف الثالث لما الجمله بتبقى مجهول. فما يجيش بقى واحد يتصرف مثال زي ده ويقول لي ايه؟ انا عايز ماضي بسيط منفي، فانا عايز didn't والمصدر، ما لقيتش، يروح واخد wasn't. ازاي wasn't وبعدها مصدر؟ في حاجه اسمها wasn't والمصدر؟ يعني ما شفتهاش قبل كده، wasn't weren't والتصريف الثالث، ودي هتديك صيغه مبني للمجهول. ما لقيتش didn't يبقى wouldn't. wouldn't دي زي النفي didn't بالظبط. يبقى didn't والمصدر wouldn't والمصدر دول اسمهم ماضي بسيط منفي، ونخلي بالنا. طب انا عايزه ادي معلومه جانبيه علشان تبقى بالمره نخلي بالنا منها. until لو بعدها مضارع يبقى قبلها مستقبل، منفي مثبت برضو حسب المعنى، تمام. يبقى احنا عندنا كلنا نمسك الورقه والقلم ونكتب القانون ده، ان اي رابط اي رابط بعديه مضارع يبقى بعد الكوما هيكون مستقبل، تمام. والعكس اي رابط بعد الكوما معاه مستقبل يبقى النص الثاني هيبقى مضارع. تعالوا مع بعض كده، معاكم دقيقه بصوا على السبوره، بصوا كده شوفوا هتنقلوا ايه، ونبص على الفكره الثانيه.
طبعا لو جينا على درس ضمائر الوصل، احنا عندنا في ضمائر الوصل في ناس بتتلخبط في جزئيات، في ثلاث جزئيات في ضمائر الوصل. الجزئيه الاولى ما بيعرفوش امتى ياخدوا مع المكان which وامتى ياخدوا where. لو احنا بصينا هنا لما نلاقي المكان قبل النقط، ده مكان. هسال نفسي الاول عايزه حيث فاقوم اخد وير، ولا الذي والتي اقوم اخد which. طبعا هو المكان بيفرقوا ما بينهم. قال لك ان وير بمعنى حيث بيجي بعدها جمله كامله بدون حرف جر بتوصف النشاط اللي انت بتعمله في المكان ده. اذهب الى المدرسه حيث ادرس، اذهب الى المنزل حيث اعيش، سافرت الى القاهره حيث اقيم. فقال لك طبعا جمله كامله ما فيهاش حرف جر بتبين النشاط اللي انت بتعمله في المكان ده. لكن which بتديك جمله كامله اخرها حرف جر او بعدها فعل، تمام؟ وبيبقى الغرض من which وصف الجمله اللي قبلها، مش وصف النشاط، توصف الكلمه اللي قبلها. يعني اقول لك هو ذهب الى الغابه التي تحتوي على الكثير من الحيوانات، مش حيث تحتوي، التي تحتوي. فقال لك هنا هتقول هي ذهبت الى القاهره حيث تستطيع ان تحصل على وظيفه، ولا التي تستطيع ان تحصل على وظيفه. هل القاهره التي تستطيع ان تحصل على وظيفه؟ لا، حيث. حيث دي معناها التي فيها، يعني وير دي بتساوي ان او ات which، التي فيها، يعني فاهمين ازاي؟ انما which حاف كده هتديك معنى ناقص. يعني كانت which تبقى صح لو she can get a job in، فدي وضع تاني. طيب الفكره اللي بعدها she went to Cairo، Cairo مكان، area which حيث تؤدي الى فقدان وظيفتها، ولا والذي ادى الى فقدان وظيفتها. الذهاب الى القاهره ادى الى فقدان وظيفتها، يبقى الذي، لان ده فعل، وير ما بيجيش بعدها فعل. وير وان ويتش وات ويتش بيجي بعدهم جمله كامله، جمله كامله، فاعل فعل. طيب يبقى هنا عشان في فعل ما نفعتش فعل. طيب she went to Cairo نقط she could live and work in، طالما في ان او ات يبقى وير ما تنفعش، لان ما ينفعش تقول هي ذهبت الى القاهره حيث تستطيع ان تعيش فيها التي، تمام؟ لان انا لسه قايله لك وير بتساوي ان او ات ويتش او ويتش اخرها ان او ات، تمام؟ الجزء ده كده مهم، ان المكان بياخد وير ويتش على حسب الفكره بتاعته. تعالى بقى معايا هنا I have some friends. طبعا friends عاقل، تمام؟ فطبعا هتلاقيه جايب لك each of نقط is clever، وجايب لك whom وthem. طبعا كل الطلبه متعوده على ودنها ان هي السمع بتاعها بيقول each of them. طبعا في نقطة مهمة جدا في درس ضمائر الوصل، لازم تخلي بالك في نقطة اقول لكم لانها بتفرق. النقطة معناها بداية جملة، وضمائر الوصل ما بتجيش في بداية الجملة، تمام كده؟ ممكن بتوصل جملتين، اسمها وصل جملتين. وصل جملتين يبقى عاوز كوما او مفيش كومات، تمام؟ لكن طالما حط نقطة يبقى هو عاوز فاعل، تمام كده؟ عاوز فاعل. الفاعل بقى each of them، يبقى انت عندك كده في نقطة يبقى احنا عايزين فاعل، يبقى ما ينفعش الضمير الوصل كفاعل، يبقى each of them. خلاص كده واخد ضمير مفعول عشان فيه حرف جر. لكن لما احط كوما، كوما عاوزه رابط، فضمير الوصل روابط، يبقى each of whom. يبقى تاني مع العاقل النقطه هتاخد of them ايا كان، each some ايا كان of them، مع العاقل الاوف هتاخد whom. تعالى بقى لو نفس الجمله غير عاقل، انا اشتريت بعض الكتب، دي غير عاقل، هتستبعد طبعا الحاجات اللي ما بتجيش مع الغير عاقل، برضو النقطة هتبقى، قولوا بقى معايا each of النقطة عاوزة ضمير ولا عاوزة رابط؟ عاوزة ضمير، يبقى them برضو، لكن الكوما عاوزة ايه؟ رابط. طب الغير عاقل ياخد ايه؟ ياخد which. يبقى تاني لما تلاقي نقطة يبقى عاوزة بعدها فاعل، لما تلاقي كوما يبقى عاوزة بعدها رابط، تمام كده؟ يبقى خلي بالكوا علشان دي مهمة. يبقى فكرتنا المكان بياخد وير بمعنى حيث، ياخد ويتش بمعنى الذي والتي للوصف، تمام؟ الذي والتي بيجي بعدها يا جملة فيها حرف جر قبل ان ويتش وات ويتش قبلها او في اخر الجملة، يا اما نيجي بعدها فعل. عندك تحت لو انت عندك عايز يقول each of them some of them ولا each of whom ولا each of which، كوما هتجيب لك ضمير الوصل، النقطة هتجيب لك فاعل، والفاعل بيكون each of them each of us وهكذا.
تمام. هننقل على الفكره اللي بعد كده، هنكمل مع ضمير الوصل. احنا لو بصينا هنا هنلاقي tourists not stay has finished should leave the country. طبعا احنا قلنا ضمير الوصل بنبص قبل النقط، بنشوف احنا بنتعامل مع عاقل غير عاقل، مكان زمان وهكذا، وبنختار ضمير الوصل المناسب. طب انا دلوقتي بتكلم عن ان ده عاقل، يبقى المفروض هستبعد which، دي اول حاجه تمام. طب انا دلوقتي عندي كلمه stay، في ناس هتتسرع وتقول لك stay فعل، فبالتالي هياخدوا هو، يقول لك طبعا هو عاوزه جمله تمام، فبالتالي غلط. ففي ناس تفتكر ان stay فعل، اقول لهم لحظه واحده، في كلمات في الانجليش بتستخدم verb وnoun فعل واسم، عشان تعرف هي في الجمله بتاعت ضمير الوصل هنا فعل ولا اسم، كلف نفسك بس وحط بص بعدها، لو لقيت في فعل بعدها يبقى هي هنا اسم، ما لقيتش بعدها فعل يبقى هي تعتبرها فعل، وخد اللي انت متوقع انك هتاخده. احنا لو بصينا هنا هنلاقي كلمه stay ورا has، طالما ده فعل يبقى stay اسم بمعنى اقامه. طيب مين في دول بيجي بعديه اسم؟ whose. whose بيجي بعدها اسم مملوك لما قبل، يبقى معناها السياح اللي اجازتهم خلصت، الاجازه ملكهم هنا، يبقى هنا هنبص هنا اسم ورا فعل، يبقى ده اسم مملوك لما ايه؟ لما قبل. طيب تعالى على بعدها، الجزء المهم برضه في درس ضمائر الوصل اللي هو استخدام حرف الجر قبل which او whom حسب المعنى. طب احنا عندنا حرف الجر قبل which له طريقتين في الاستخدام، الطريقه الاولى ان انت بتبص للفعل اللي بعد which وتشوف هل حرف الجر بتاعه موجود، يعني مثلا depend on موجوده يبقى هتاخد which بس، خلاص حرف الجر موجود فانت مش محتاج تستخدم حرف جر عشان ما تلزقش الجمله بحروف جر. افرض depend جاي من غير on يبقى انت هتقول on which I depend، تمام. apologize تاخد for، طب انت عندك هنا for مش موجوده يبقى for which I apologize اعتذر. طيب مثلا interested تاخد any يبقى in which I am interested وهكذا. فدي الطريقه الاولى ان بيبقى في فعل بعد which لازم حرف جر مش موجود في الجمله فانت بتحطه قبل which، بتعمل له تقديم قبل which وتقدم الاختيار. الطريقه الثانيه ان في حروف جر مش مرتبطه بافعال بعدها بتترجم بالمعنى، زي المثال على السبوره. المثال على السبوره بيقول I finished university، انا خلصت المرحله الجامعيه. I looked for a job، دورت على وظيفه. فتعالى كده نترجم معنى الجمله. In which معناه الذي فيه، تمام. For which الذي له او معه. After which الذي بعده. With which الذي معه او بواسطته. طيب انا هنا هترجم، انت لو ترجمت هنا هتقول انا خلصت المرحله الجامعيه اللي بعدها دورت على وظيفه، اللي بعدها يبقى المفروض هنا after which. فاحنا ما نخافش لما نلاقي الاختيارات كلها which وقبلها حرف جر، او الاختيارات كلها هم وقبلها حرف جر، او whose وقبلها حرف جر، لان دول الثلاثه اللي في الدرس بتاعنا ينفع يجي قبلهم حرف جر. هنترجم ونشوف حرف الجر المطلوب ايه. القصه التي قرات فيها يبقى التي فيها انا قرات، يعني in which I read، تمام كده. البطل الذي عنه قرات يبقى the hero about هم، لان بطل عاقل وهكذا. فانت ما تتزعر ما تخافش لما تلاقي حرف جر في اختياري، كل ما في الموضوع هتترجم حرف جر، الذي معه، الذي فوقه، الذي تحته، الذي امامه، الذي خلفه، تمام وهكذا. حتى بناء على الترجمه هتعرف تجيب ان شاء الله الجمله. نركز بس شويه، تعالى على الجمله اللي عليها الدور. هنا لو بصينا في جزء مهم جدا اتكلمنا عنه في الجزء اللي هو الخاص بالفيوتشر اللي هو حذف ضمير الوصل. انا بقى وانا قاعد في ورقه الامتحان هعرف ازاي ان في ضمير وصل محذوف؟ قال لك بتعرف ان في ضمير وصل محذوف من حاجه مهمه جدا، انت بتقرا الجمله بتيجي تدخل الفعل في الجمله بتبص تلاقي الفعل ده معاه فعل تاني، ده اسمه فعل اساسي واقف في الجمله، خلاص الجمله فعلها موجود، ادي الجمله اهي اهي فعلها موجود، يروح على طول اوتوماتيك نفهم ان ده فعل زياده داخل لي الجمله زياده لضمير وصل محذوف، خلاص. ما هو انت دلوقتي اللي داخل على الجمله ده قدامه حاجه من اتنين، يا يكون تصريف ثالث لو مجهول، يا يكون اي ان جي لو معلوم. طالما جملتك فعلها موجود يبقى اللي داخل عليا ده يشرف بشروطي، اهلا وسهلا انت تصريف ثالث لو مجهول هتبقى اي ان جي لو معلوم. طيب
يوجد عربية قادمة أو تأتي، تأتي معلوم، يبقى هو ما بيحطش في المجهول أساسا، يبقى هقول coming. كان أصلها which is coming، which is coming، مش اسمها which coming، ما فيش which ing على طول، ما فيش which تصريف ثالث على طول، لازم يبقى which فعل مصرف في زمن معين، ده متصرف في إيه، فده غلط. تمام؟ تعالى شبهها بالظبط. الكتاب نشر بواسطة الكاتب، فأنت هنا بتقول الكتاب نشر بواسطة الكاتب، فأنت هتتسرع وتقول يلا ده مبني المجهول وفي باي، يلا على بركة الله، يبقى was published عشان نص الجملة الثانية، أو is published عشان نص الجملة الثانية مضارع، يبقى مضارع. أقول لك لا، الكلام ده لا، الكلام ده لو ما كانش فيه has been، اللي أنت بتقوله ده كان هيبقى غلط، اللي أنت هتستخدمه. أنت دلوقتي طالما عندك في فعل أساسي، يبقى حضرتك اللي انت هتدخله في الجمله ده اسمه فعل ايه؟ ها سمعوني، زياده، ده ضمير وصل محذوف. الزياده ده بيكون يا اي ان جي يا تصريف ثالث، التصريف الثالث لو مجهول، الاي ان جي لو معلوم. انت بتقول الكتاب الذي نشر، يبقى بابلش. هيجي واحد يسمعني من بعيد ويقول لي ليه المس مش ويتش، بقى اقول له ويتش بابلش دي زمانها ايه؟ احنا عايزين اقول الذي نشر، فين المجهول؟ فين فيرب تو بي؟ يعني انت كده جبت لي زمن ناقص ما فيهوش فكره اساسيه. تمام؟ خليكم بقى معايا، احنا خلي بالنا بقى كده من حذف ضمير الوصل عشان الفكرة اللي بعد كده. تمام؟ الجزء ده مهم جدا جدا جدا، وناس كتير سألتني في الحاجات اللي موجودة فيه. في ناس سألتني يا مس احنا بنشوف وات تمارين، يعني احنا بنشوف وات موجودة في التمرين ما بنعرفش نحلها ازاي وفين وليه وكده. بصوا يا ولاد، درس ضمير الوصل فيه جزء صغير فيه خدعة خاصة بيه، حاجه اسمها ادوات الاستفهام. انتوا عارفين الويتش وات وير ووم ووين، دول لهم استخدامين في الانجليش. ضمائر وصل بتوصف الاسم اللي قبلها، ان المكان بيوصفه وير، الاشياء بتوصفها ويتش، الزمن بيوصفه وين، العاقل بتوصفه هوم وهو. طيب ده اسمه ضمير الوصل اللي بيوصف اللي قبل. والكلمات دي نفسها بتستخدم، هتلاقوها في الوحده العاشره وال11 لما تيجي تاخد الدايركت من دايركت، تستخدم ادوات استفهام، روابط استفهاميه. بمعنى ماذا يبقى وات، معنى اين يبقى وير، معنى متى يبقى وين. فانت هتعرف ازاي وانت بتحل اخر السنه ان ده ضمير وصل، لكن الاختيار ده اداه استفهام. قال لك ببساطه ضمير الوصل بتعرف ان هو ويتش والكلام ده ضمير وصل لما يبقى قبلها اسم. انما تعالى في المثالين اللي قدامك دول، she didn't know نقط I should do with her. انا هسألكوا سؤال يا جماعه، فين الاسم اللي انت بتوصفه قبل النقط؟ مفيش، صح؟ هتلاقي ان didn't know دي فعل. طيب الفعل ما فيش ضمير وصل بيوصف الفعل، مش اسمها ضمير وصل بيوصف الفعل، ضمير الوصل اللي هو بيوصف الاسم. يبقى انت هنا مطلوب منك رابط استفهام، هيبقى بقى which هنا بمعنى اي، وات بمعنى ما، وير بمعنى اين، وين بمعنى ايه، متى. ترجم بقى، حضرتك تقول لم اعرف، ها اي يجب ان افعل، ماذا يا او ماذا، يبقى هنا هتاخد وات، لان انت هنا ما او ماذا يجب ان افعل، يبقى هنا مش هينفع اي حاجه غير اداه استفهام. تمام؟ يبقى لو لقينا فعل ودع ضمير الوصل بترجمتها، اهلا وسهلا بروابط الاستفهام بمعانيها الجديده. طب تعالى هنا، she told me not I could stay during my holiday. برضو بص لي حضرتك، دي ضمير وصل ولا اداه استفهام؟ ابص قبل النقط، في اسم، اسم مكان، اسم زمن، اسم شخص، اسم شيء؟ لا مفيش. ده في شي تولد مي، ده ضمير. طيب انت هنا عاوز رابط استفهامي، رابط، ما انتش عايز ضمير وصل، انت عاوز رابط. طب انت عاوز رابط، يبقى هترجم هي اخبرتني اي انا استطيع ان اقيم اثناء الاجازه، ولا ماذا استطيع ان اقيم، ولا اين استطيع ان اقيم اثناء الاجازه، اين. تمام؟ يبقى انت هنا خلي بالك، عشان في ناس بعتت لي كتير وقالت لي يا مس لو سمحتي اشرح لنا امتى اخد وات وامتى واي وامتى. قلت لهم يا جماعه دي ما اسمهاش ضمائر وصل، دي اسمها روابط استفهاميه، ما بيبقاش فيه قبلها اسم، بيبقى فيه قبلها اما فيرب او ضمير المفعول. تمام؟ الفكره اللي عليها الدور لا تقل اهميه. تعالى بص معايا في الجمله دي، شي لايت تو مي، هي كذبت عليا. نقط ميد مي ساد، طبعا انت هنا هتقول هي كذبت عليا، والذي جعلني احزن، الكذب ولا هي؟ انت لازم تسال نفسك الجمله اللي بعد النقط دي بتوصف مين. لو بتوصف العاقل هتاخد هو، توصف الغير عاقل هتاخد ويتش، بتوصف المكان هتاخد وير. فانت لازم تسال نفسك ايه اللي جعلك
حزين، الكذب. يبقى انت هنا بتوصف الفعل. طب انا لما اجي اوصف الفعل اوصف كلمه ايه؟ ويتش. معناها ايه بقى هنا؟ وذلك. يبقى ممكن تستخدم ويتش رابط يعود على الفعل بمعنى وذلك لما الاقي الجمله اللي بعده بتوصف الفعل. زي ما اقول I played a lot، لعبت كتير. which made me tired، وده جعلني ايه؟ ارهق. تمام. اما اقول مثلا I worked much، اشتغلت كتير. which made me مثلا sleepy، خلاني نعسان. يبقى انت بتتكلم على ان في which كذا، دي بتوصف الفعل مش اللي قبل كده. الفكره الاخيره برضو مهمه جدا. احنا لما جينا شرحنا ضمائر الوصل قلنا ان ضمير الوصل وظيفته اللغويه بيربط بين جملتين، ده رقم واحد. رقم اتنين بيمنع تكرار ضمير الموصوف في الجمله اللي بعده. يعني انت بتوصف عاقل مذكر ممنوع تستخدم هي او هم، بتوصف عاقل مؤنث ممنوع تستخدم شي او هير، فهو بيمنع تكرار الضمائر. فاول حاجه لازم تعملها وانت بتحل اختياري ضمائر الوصل ان انت حذاري تستخدم بعض ضمير الوصل اختيار في ضمير بيساوي الكلمه اللي قبل. فلو انت بصيت هنا شي ريكوجنايز ذا مان، ذا مان ده مذكر عاقل، مذكر عاقل، يبقى ممنوع الاختيارات اللي فيها هي او هم تبقى معاك في الحل. فهنا في هم يبقى معلش الاختيار كله غلط، هنا في هم يبقى الاختيار معلش كله غلط. يبقى هو اي توك اباوت، انت عارف ان ممكن تستخدم العاقل توصفه جمله من غير ضمير وصل في حاله الحذف. فانت ترجم بقى، ترجم هي ادركت او تعرفت على الرجل الذي انا اتكلم. ايه الذي انا اتكلم؟ انت عايز تقول الذي انا اتكلم معه. فين معه؟ اللي هي with. او الذي اتكلم عنه، فين عنه؟ اللي هي about. في حرف جر ناقص هنا زي الاكل من غير ملح، فبالتالي المثال ده ناقص فبالتالي غلط. تمام. فيبقى هنا I talk about، هي تعرفت على الرجل الذي اتكلم عنه. يبقى خلاصه البق اللي تحت ده، الكلام اللي تحت ده، تخلي بالك وانت بتتعامل مع ضمير وصل ممنوع تاخد الضمير اللي بيساويه، ممنوع تاخد فعل ناقصه حرف جر كانك بتاكل اكل ناقصه ملح، لازم تاخد جمله فيها شرطين، فيها حرف جر كامل وما يكونش فيها ضمير بيساوي العاقل. هنيجي على الجزء اللي بيلخبط معظم الطلبه اللي هو جرامر يونت 5. جرامر يونت 5 مش صعب يا ولاد، جرامر يونت 5 عايز شويه ترتيب. احنا دلوقتي بنتكلم على بعض الدلالات الخاصه بالاعداد، يعني الكلمات بتشير لاعداد معينه. احنا عندنا مثلا لو الجمله بتشير للعدد 2 او ما يعنيه زي parents eyes ears، دول بيشيروا للعدد 2. طالما انت بتتعامل مع العدد 2 يبقى all ما تنفعش، have ما ينفعش، every ما ينفعش، none ما ينفعش، لان دول بيبقوا 3 فاكثر. يبقى all، have، every وnone. تمام. يمكن have كمان 4 فاكثر لان have مش مع الارقام الفرديه. يبقى انت عندك all و half اللي هو نصف، و every و each الاثنين بمعنى كل واحد، وعندك none نفيهم كلهم اللي هي ولا واحد في المجموع. دول بيبقوا 3 فاكثر. العدد 2 اول ما تلاقيه دلالات العدد 2 both كلاهما، each يعني each بتبدا من 2 في اكثر، every ما تجيش مع 2 بتبدا من 3 في اكثر، يمكن ده الفرق الاول بينهم. وايضر ونايذر. طبعا both احنا عارفين اسم جمع فعل جمع، لان دول الاثنين مع بعض. each اسم مفرد فعل مفرد، يعني دي معناها واحد من. either برضو واحد من، neither ولا واحد، فبرضو فيها كلمة واحد، يبقى برضو اسم مفرد فعل مفرد. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف المثال الأول. I have two friends. انت لما هتيجي تفكر هتسأل نفسك هو العدد كام؟ رقم 2 الاسم مفرد ولا جمع؟ الفعل مفرد ولا جمع؟ لان عندك في الدرس ده اللي بيجي بعدها اسم جمع فعل جمع بوف مع العدد 2، اول وهاف مع اللي اكتر من 2، بقيه الكلمات في الدرس فعلها مفرد، اسمها مفرد. تمام. الا اذا جه بعدها اوف بقى، لو جه بعدها اوف يبقى اسم جمع او ضمير، الفعل مفرد برضه. تمام. يبقى مين الكلمتين اللي فعلهم جمع واسمهم جمع؟ بوف مع 2، اول مع اكتر من 2، وهاف مع الاعداد الزوجيه برضو اللي اكتر من 3. دول اسم جمع فعل جمع. تمام.
لكن عندك every و each والباقي كلهم اسم مفرد فعل مفرد. لو جه of ما عدا every عشان ما بتاخدش of، لو جه of معاهم كلهم يبقى اسم او ضمير مفعول برضو الفعل مفرد، يعني الفعل مش بيتأثر بتغيير الاسم. خليك بقى معايا هنا، لو احنا بصينا هنا I have two friends، هنا العدد كام؟ العدد two. تروح مستبعد all على طول every، لان دول بيبقوا اكتر من اتنين، معك both each. احنا قلنا طالما بصينا للعدد يبقى اللي هنقزم الخطوه الثانيه الاسم او الفعل. تعالوا نشوف هنا، طبعا عشان في of them فالاسم مش موجود is. هنا فعل ايه؟ فعل مفرد both، قلنا جمع يبقى each of them. تمام، سهله جدا. تعالى على بعدها my parents، parents دول العدد بتاعهم اتنين are abroad. تمام، طب هو عشان كده مستخدم each. شوف بقى هنا each لو هي الفاعل يبقى اسم مفرد فعل مفرد، او each of them برضو الفعل مفرد ده لو هي الفاعل، انما هنا each جايه بعد الفاعل، ادي الفاعل they وهي جايه بعد الفاعل، يبقى ولا لها قيمه. يبقى الفعل هيتصرف بناء على الفاعل، they جمع يبقى have to، they have to speak English well، يبقى انت بتتكلم تاني ان عندنا اتنين each، هما الاتنين برضو بيقولوا على عدد اتنين مفيش مشاكل، each جايه الفعل each of them او each بس يبقى الفعل مفرد، لكن they each we each you each جايه بعد الفاعل. تمام، the boys each يبقى الفاعل هو اللي يتحكم في الفعل لان هو اللي بدا الجمله، هو اللي بدا الجمله يبقى هو اللي يتصرف، يبقى they each have. تمام، دي مهمه جدا. تمام، تعالى على بعدها not of my money was spent on shoes. هيجي طالب يسالني هنا يقول لي طب هنا ما فيش لا اثنين ولا ثلاثه ولا حاجه، money لا يعد. اقول له ما هو اللي لا يعد بقى، اللي لا يعد ملوش في الدرس كله غير all مع لا يعد زائد فعل مفرد، وhave اللي هو نصف مع لا يعد برضو زائد فعل مفرد. واحد يقول لي كده يقول لي اذا all وhave هنا بيستخدموا استخدامين، مع العدد ثلاثة فاكثر اسم جمع فعل جمع، مع اللي لا يعد اسم مفرد فعل مفرد. فلو احنا بصينا هنا هنلاقي فلوسي لا تعد، يبقى على طول all of my money لان have مش موجوده. تمام، I have five friends، هنا الدلالة خمسة، خمسة يبقى هتستبعد both لأنها اتنين. طب all و every و each، لو انت بصيت هنا بقى احنا قلنا الدلالة العددية رقم واحد، بعد كده الاسم مفرد عليها، طبعا هنا الفعل مفرد has يبقى مع السلامة all، every و each فعلهم مفرد. طيب هل every ينفع يجي بعدها فعل؟ لا ما بيجيش بعدها فعل، يبقى الإجابة each. تعالوا مع بعض كده في الجزء اللي على السبوره ده، قلنا ايه بقى؟ قلنا ان العدد اتنين both اسم جمع فعل جمع، each اسم مفرد فعل مفرد، ولو جه of them او of us يبقى برضو الفعل مفرد، either و neither اسم مفرد فعل مفرد، هناخد عليها مثال دلوقتي في المقطع اللي جاي. تمام، لكن each لو جت بعد الفاعل الفعل يصرف حسب الفاعل، سواء طبعا زي people كده يبقى الفعل جمع، محدش يستغرب. طبعا my money لا تعد، اللي لا يعد all و half في الدرس، دلالات العدد خمسة يعني احنا عندنا ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر طبعا عندنا all، خلينا نقول أربعة فأكثر عشان نحطها أربعة فأكثر all half، اسم جمع فعل جمع. تمام، عندنا each و every اسم مفرد فعل مفرد، وعندنا نان اللي معناها ولا واحد، طبعا على حسب مفرد او جمع، اسم جمع على الغالب فعل جمع. تمام كده، طيب يبقى هنا فعل مفرد فخدنا each، every ما بيجيش بعدها فعل. خليكم معايا في المقطع اللي جاي عشان ناخد الفرق بين every و each. الجزء الثاني في جرامر يونت 5 عشان الناس سالت عليه، الناس سالت ايه الفرق بين each و every. بصوا يا جماعه احنا عندنا each ممكن تاخد بعدها of، واحنا عارفين اي of يبقى يا ضمير مفعول يا اسم جمع معرف او مخصص، لكن every لا تتبع of، مش اسمها every of. تمام، each ممكن يجي بعدها فعل مفرد لو هي الفاعل، زي ما خدنا في المثال اللي فات each has او each boy has، لكن لو جه قبلها they each يبقى الفعل هيكون جمع حسب الفاعل وايتش ما يبقالهاش قيمه، بس في الحالتين ايتش ينفع يجي بعدها فعل، ايفري ما بيجيش بعدها فعل. تمام، اي ثو يو ايتش، رايتكم كلا على حده، ممكن تيجي ايتش اخر الجمله، ايفري ما بيجيش اخر الجمله. تمام، لو احنا بصينا هنا ايذر من ايذر عشان احنا ما بصيناش عليهم في التمارين، اي مات تو فريندز بات، دايما بات تناقض
طبعا انت هتقول ان العدد 2 هيخليني استبعد all و every من اختياراتي. اول ما تلاقي العدد 2 ومعاه but يبقى معاك either او neither، لان في تناقض، والتناقض بيدي لك يعني الى حد ما نفي في المعنى. فلو لقيت الفعل منفي، نفي، ما ينفعش تاخد neither، neither نفي ما يدخلش على نفي، يبقى I haven't talked to either of them، لم اتكلم مع اي واحد منهم. لكن لو انت لقيت بعض بط اثبات يبقى neither، عشان neither ممكن تدخل اثبات، يبقى معناها انا شفت اثنين من صحابي ولكن كلمت ولا واحد فيهم، ما كلمتش اي حد، كلمت ولا واحد فيهم. تمام. طبعا في عندنا have لها علاقه بالمصطلحات الخاصه بوحدات القياس زي الكيلو والمتر واللتر والكلام ده، فانا ممكن اقول هاف ا كيلو، هاف ا متر، هاف ا لتر، وهكذا. تمام كده، هاف ان اور. تمام، الاداه بتبقى حسب المقياس. في نقطه بقى مهمه جدا، كلنا هنمسك القلم علشان همليها لكم، مهمه جدا جدا جدا، اللي هي طبعا انتوا عارفين ان اور بتاخد ايذر، ايذر اور، نور بتاخد نايذر نور، بوث بتاخد ات. ماشي، حلو قوي، جميل، ان انا لو لقيت اور باخد ايذر، لقيت نور باخد نايذر، لقيت اند باخد بوث. القصه بقى ان ساعات يجيب لك ايذر اور محلوله، نايذر نور محلوله، بوث اند محلوله، ويطلب الفعل مفرد جمع. قال لك ايذر اور نايذر نور بيصرفوا الفعل حسب الفاعل الثاني ده. يعني لو قلت ايذر احمد اور هيز فريندز، يبقوا اور عشان فريندز جمع. ايذر منى او نور، ايذر منى اور مثلا هير مثلا براذرز، يبقى هتصرف على براذرز جمع، تبقى ار. بوث اند جمع دايما، يبقى نايذر وايذر تصرف الفعل حسب الفعل الاقرب اللي هو ده اللي هينحط هنا. نحط مفرد يبقى مفرد، نحط جمع يبقى جمع، لكن بوث دايما جمع. انا قلت لك دايما بوث بتكون جمع. اتمنى ان الفيديو الاول الخاص بالجرامر يكون عجبكم. استنوني ان شاء الله مع الفيديو الثاني اللي هنشرح فيه اهم اجزاء الجرامر في الجزء الثاني من المنهج، واتمنى ان انتم تلحقوا تذاكروا النوتس اللي موجوده في الفيديو بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.